يسلط المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي الذي عقد في بلدية شانغهاي يوم الخميس 29 من أغسطس الماضي يسلط الضوء على تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في الحياة اليومية، ويركز المؤتمر على فكرة عالم ذكي مترابط بفضل تطور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. ومن المعروضات نظام تصنيف النفايات لا يتعرف على من يلقيها فحسب، بل يمكنه أيضا التعرف على أنواع النفايات، وفي نفس الوقت يمكنه رصد مستوى الفائض من النفايات في الوقت الحقيقي لتسهيل التخلص منها في الوقت المناسب. أما نظام الإنذار بمخاطر الحرائق يمكنه في الوقت الحقيقي تتبع الحريق ومصدر الدخان بسرعة عن طريق استخدام تكنولوجيا التصوير الحراري الذكي بالفيديو. وفي هذا السياق قال تشان وي أحد العارضين استنادا لهذه الخوارزمية، يمكننا أن نرى أن الحرائق ليست على درجة عالية جدا من الحرارة ولا على مدى مساحات واسعة، ويمكننا أيضا أن نحذر ونجهز لمكافحة الحرائق في وقت مبكر. وقالت خاتشوان إحدى العارضات الآن من خلال إدخال معدات الذكاء الاصطناعي إلى العيادات الصحية بالقرى على مستوى القاعدة يمكننا أن نعالج بشكل جيد الصحة العامة هناك، وقد تم استخدام المعدات الذكية في 97% من القرى التجريبية، وتم تخفيض التكلفة بنسبة 30%. وفي الوقت ذاته يطبق الذكاء الاصطناعي في نظام إمدادات الطاقة، وعندما تحدث فجوة في الطاقة أثناء ساعات الذروة في المدن الكبرى فإن محطة الطاقة الافتراضية ستوازن وتعدل قدرة إمدادات الطاقة في مختلف المناطق. وقد استخدمت تكنولوجيا محطة الطاقة الافتراضية في أكثر من 100 مبنى في منطقة خوانغو ببلدية شانغهاي، ومن المقرر أن يزود أكثر من 3000 مبنى بإمدادات الطاقة الذكية في المستقبل.